نظرات التوجس والذهول وحدها من تميزهما عن غيرهم. أطفال لم يعيشوا إلا في زمن حرب قضت على حاضرهم وأجزاء كبيرة من مستقبلهم، وشكلت لديهم ذاكرة لن تمحى بسهولة حول دمار ودماء ومشاهد أشلاء ترافقهم كل يوم، وها هي تلتهم من أجسادهم وأحلامهم شيئا في بلد سجلت فيه أعلى نسب الانتهاكات بحق الطفولة، كما تملأ تاريخا بالمآسي. فمن نجا من القذائف هنا لا ينجو من الأمراض والأوبئة وسوء التغذية. منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف مرة أخرى تدق ناقوس الخطر، حيث عادت لتؤكد أن نحو 370 ألف طفل يمني يعانون من سوء التغذية الحاد، وأنهم يحتاجون لخدمات علاجية عاجلة، فسوء التغذية بلغ مراحل خطيرة لديهم. قد يسهل ويتكرر الحديث عن الآثار التي تصيب أطفال هذا البلد المتخم بالأحزان، ولكن يظل إيقافها أو محاولة الحد من تفاقمها هو الفعل الأهم أمام هذه المشاهد المتكررة.